اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى إن شاء الله هنعمل مربى التين، ولو عندك تين بزيادة اعملي مربى التين. أول حاجة بغسل التين وبحطه كده، بحط الفرع بتاعه فوق كده، الفرع بتاعه فوق عشان ينزل كل مية متبقية فيه. أول حاجة بقى إن شاء الله هنعملها هنقطع التين. قطعت الحتة اللي هي الصعبة اللي مش هتشرب معانا سكر، ونقطعها على 4 كده. يلا بقى اعملي احلى مربى لو عندك تين زيادة في البيت، ارخص واحلى واطعم من بره. وطبعا هقول لكم سر في عمايل المربى هتشوفوه معايا وانا بعمل احلى مربى تين. لو جبت التين بقى اغسليه وياكلوا اللي ياكلوه، واعملي الباقي مربى عشان هو لما بيتغسل بيبوظ بسرعة. كده اخر واحدة معانا. معاكي بقى ايه كمية السكر حسب ما يغطي التين كله. عايزة السكر ينزل تحت كده عشان يغلي في التينة وينزل كل المية اللي فيه. معانا 2 كيلو تين هياخد 1.5 كيلو سكر حسب الكمية اللي احنا بنغطي بيها التين. السكر اللي موجود معانا اهو، بصوا غطينا كل التين. هنحطه بقى في التلاجة وأول ما ينزل ميته هوريهولكم. يلا بينا. وكده رجعت لكم تاني بعد يومين، حطيناها في التلاجة ونفتح بقى ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم.
بصوا عايز اوريكم بس ايه السكر مش كله داب، هو نزل بس كمية المية اللي موجودة في قلب التينة، واحنا خرطنا التين صغير كده عشان ينزل كل المية اللي فيه، فالسكر برضو لسه متبقي تحت. بصوا اهو، نبتدي بقى ناخد الحلة ونصبه فيها، بسم الله، وننزل بقى، بسم الله. بصوا السكر اهو لسه موجود، هننزله بقى كده بالاسباتيولا. وزي ما قلت لكم كمية السكر حسب كمية التين اللي معانا، اهم حاجة تغطوا التين معانا بالسكر عشان ينزل ايه الصوص بتاعه كده وينزل المية اللي جواه. ويلا بقى بينا نحط على النار. وكده حطينا التين على النار، وطبعا بقى ايه استنوا بقية الفيديو ما تتسرعوش، هقول لكم بقى على بقية المكونات السرية بتاعتي. ويلا ايه اول ما تغلي كده وتشمع معانا هوريكم المكونين الاساسيين بتاع مايل المربى. اول مكون معانا المستكة، بصوا الكمية اهو، شفتوها؟ شوفوها تاني. يلا بقى نحط المستكة. تاني مكون معانا ملح الليمون، شوفوا الكمية اهو، بصوا ربع يعني اقل من ربع اهو اهو، بصوا هنزلها تاني اهو، دي الكمية بتاعتنا. يلا بقى نحطها ملح ليمون ونوزعه. وتاخد بقى غلوة ونغطي عليها برضو، بعد ما تاخد غلوة حلوة على نار هادية كده، وريها لكم بقى لما تستوي. ملحوظة يا حبايب قلب ايم، انا سايبة المربى على نار هادية، واي وش بيطلع كده اي ريم يعني، بصوا دي الكمية اللي طلعت معايا لغاية ما تبقى المربى صافية ومفيش اي ريم فوق الوش، واول بقى ما تتقل هوريها لكم. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة؟ بصوا انا بقالي ساعة ونص على نار هادية عمالة اقلب فيها، وطبعا شلت الريم اللي على الوش زي ما قلت لكم. بصوا بقى ده السمك اللي انا عايزاه، وهطفي عليها دلوقتي اهو عشان كل ما بتقعد هتتقل ايه عن كده كمان. بصوا اهو، هو ده التقل اللي انا عايزاه عشان هتبرد وهتتقل كمان عن كده. ويلا بقى نقدمها سوا واوريها لكم. بصوا بقى بعد ما بردت، بصوا الجمال، بصوا بصوا الحلاوة، بصوا القوام، بصوا تاني، بصوا القطع اللي احنا قطعناها سوا دي. بقى عايزة حتة قشطة، جايبين القشطة. يلا بقى نفرد على التوست مع بعضين. حلو كده، حلو كده، نسند بس كده ونحط بقى احلى قطعة قشطة. هو ده الكلام، بألف هنا وشفا على اللي شاف، وبألف هنا وشفا على اللي هيجرب ويقول لي ايمي، بألف هنا واحلى شير ولايك وسبسكرايب مع ايمي، وفي رعاية الله.